اكزاكتومون. وكاين الناس يطالبوا ببعض المدربين المغتربين للفريق الوطني لاستخلاف السي جمال بالماضي، واش رايك انت في هذا الشيء؟ اسكو جمال بالماضي لازم يكمل اترم باش يلحق الاهداف تاعو، ولا راك خايف لا يكمل كون ضيعنا وقت باسكو الحراره ما بقاتش والمورال ما بقاش ولي كونديسيون نيسيسير ما بقاوش؟ نريبوندي لك لهذه ونروح لك لحاجه اخرى كاك تقل على لي ريزو. قلت هل يقعد باش يلحق الاهداف تاعو؟ ما لحقش ديجا الاهداف تاعو خلاص اللي فاتو بيان سور. ان كوب دافريك تي ايتي اليميني ان كوب دافريك كلاسي افون ديرني ماركي ان سول بوت ان موا ادمي ابري تي اليميني ان كوب دي موند الو تافي لافونتاج ربحت 1-0 في لالي وفي الروتور الناس ما عرفتش كيفاش دير خطه اللعب. وحنا كنا نقولوا يا ولدي الكاميرون اضعف فريق في في في, في لي غروند ناسيون تاع لافريك. ريزلتا راه انا البارح بك في ليميسيون تكلمت على الماتش مع لا سيربي، قلت له لا سيربي راح تمسح الكاميرون وكيما كان حمسحهم، مي ما يحبوش يسمعوا الناس اللي تعرف شويه كره القدم. دوكا نتكلموا على على يعني حبيت تقول تا بور ريزومي ديجا ما لحقش النتائج اللي تراساو في الاول. شوف واش نطمعوا يزيد. شوف هي لا لوجيك انا تكلمتها وما نحبش نعاود نتكلمها الحقيقه دركاتيك. انا نهار انا ايتي اليميني لا كوب دي موند كوب دافريكي كوب دي موند شفت الناس كي برا بزاف الناس اللي يتكلموا باش ما ندخلوش واحد اللي يدخلوا يتكلموا على الكره في الجزائر وعلى هذيك خاصه ليكيب ناسيونال اون افي لامبرسيون تقول تتكلم راح يطير راسك كاع الناس تخاف سور سيغارد كاع مام حنا كالكوزا عندنا كيف كيف. انا تكلمت لتما وقلت لهم كان واش كان ولا شفيتو مليح كان الناخب يتكلم داير ابري ليليميناسيون اللي ريستي واقيلا ان موا ولا ان موا ادمي ما تكلمش شوز كو لا فيديراسيون تما تدخل باسكو اون كونت اون ايتي اليميني عندك ماكسيموم 24 اور تو دوا فير اون ديكلاراسيون اي لو بيلون تاعك اون ديميسيون ما كاش اني جايك ما تكلمش ورا لا فيديراسيون هنا استنى بالك واقيلا من الفوق شات السينما ولينا غير احنا نقولوا من الفوق كل حاجه من الفوق الور كو من الفوق ممكن خاطيهم كاع هاد الشيء. هذه وحده. ثانيين كلمت قلت لا موندر دي شوز كونت اون ايتي ليميني في دو موا من دو زيشيونس امبورتونت اوتوماتيكمون في العالم كاع تندار يجي يحط لا ديميسيون